يعني صوت اطلاق نار الآن. تعرضنا لإصابات في الاختناق وفي القنابل الغازية أنا وبعض الزملاء الصحفيين في هذا الاقتحام. استنى نزل الدرع. هون بالضبط. افتح الأسفل. يعني تعرضنا لإصابات نحن وعدد من الزملاء في قنابل الغاز والاختناق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقتحام في بدايته استخدم الاحتلال الإسرائيلي العنف المفرط والقوة المفرطة تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، تجاه الشبان، تجاه كل من تواجد في هذا المكان. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم هذا المكان تحت الدرع بالضبط. لهون مهند ورا. هون بالضبط. هي مصيرة شبان. غاز هي مصيرة. خذ تاخذ جريب باندج. جاي ما خلص هني ثابت بالدرع. درع هو شيء مقاطع. لا مصيرة هو وبنسحب. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المكان في هذه اللحظات بشكل عنيف وهجوم سيء. القمع الإسرائيلي الذي اطال الجميع من يتواجد في هذا المكان. الزميل ايضا مجاهد طبنجة اصيب بحالة اختناق شديد بفعل مباغتة الاحتلال الإسرائيلي لكل من تواجد في هذا المكان. ونضطر للتراجع الى الخلف قليلا بفعل هذه الاجراءات الإسرائيلية. إذن عشرات حالات الاختناق في صفوف المواطنين الفلسطينيين الشبان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يتواجد في منطقة دوار الغاوي، وهنا شبان من جديد توجهوا لمنطقة أخرى. هم يحاولوا إعاقة هذا الاقتحام، تأخير هذا الاقتحام، التشويش على الاحتلال الإسرائيلي، عرقلة وإعاقة عمل جنود الاحتلال أو اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان. اقتحام كان في بدايته عنيف جدا. هذه الصورة بدأ يعني اعتدنا عليها هنا في مدينة نابلس، واعتاد عليها المواطنون الفلسطينيون. أهالي هذه المنطقة أصبحوا عرضة للخطر والخطر الشديد. تحدث عن تجمع سكني في هذه المنطقة، عشرات منازل فلسطينية تواجد بها مئات المواطنون الفلسطينيون. هي عرضة لقنابل الغاز، عرضة للرصاص الحي في محيط هذه المنطقة. لا نعلم مصدرها، لكن في العادة عند كل اقتحام، سواء لقبر يوسف، سواء لمدينة نابلس البلد القديمة، مخيم بلاطة، مخيمات مدينة نابلس، الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي هي التي تبقى متصدرة لهذا المشهد، هي التي تبقى متصدرة لهذه الصورة. نحن لازلنا نتواجد في منطقة شارع عمان. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرغ المنطقة بشكل كامل، تفريغ قسري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عشرات، ربما نتحدث عن أكثر من 100 قنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من دقيقة. يعني هو اقتحمت الآليات العسكرية برفقة الجرافة الإسرائيلية، أمطرت المكان بشكل كامل بالقنابل الغازية، من ثم تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلية، عملت على سياسة إفراغ الميدان من المواطنين والشبان بشكل كامل. هذه سياسة قديمة جديدة ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هو لا يفرق إذا ما كان هناك منازل، هو لا يفرق إذا كان هناك منشآت سكنية، منشآت صناعية، لا يفرق إذا كان هناك سيارات إسعاف، طواقم طبية تعمل في المكان. الجميع هنا عرضة لاستهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن من هنا نشاهد تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع عمان ومنطقة دوار الغاوي، والآن اقتحام منطقة الضاحية في مدينة نابلس بأربع آليات عسكرية
من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن نتحدث عن محورين لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. نتحدث عن المحور الأول هو المحور الرئيسي لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم حافلات المستوطنين، هو حاجز بيت فوريك، شارع المسلخ وشارع الحسبة. أيضا الآن اقتحام من محور آخر وهو محي الضاهية بأربع آليات عسكرية نقلة عن بعض الزملاء الصحفيين المتواجدين في تلك المنطقة. طبعا الطواقم الطبية استنفرت بشكل كامل كل قواها وطواقمها للتعامل مع هذا الاقتحام، لأن للأسف في كل اقتحام نشهد جريمة إسرائيلية جديدة، نشهد عنصرية إسرائيلية جديدة، تصفيات إسرائيلية. القناصة الإسرائيلية التي تنتشر في محيط هذه الأماكن هي فقط تعمل على قتل الفلسطيني وإطلاق الرصاص عليه. الشهيد أحمد شهادة، طفل 15 عاما، الفتى محمد أبو كشك 16 عاما، كانوا ضحايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي وقناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتقوا بفعل هذه النازية الإسرائيلية والعنصرية الإسرائيلية الذي يتعامل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع متظاهرين عزل لا يحملون إلا الحجارة في مواجهة من يدعي أنه أقوى جيوش المنطقة، ليرد على هؤلاء الشبان والأطفال بالرصاص الحي، بالرصاص المحرم، بالقنابل الغازية، بالقنابل الصوتية. جيش الاحتلال هنا لا يدخر ولا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها لقمع المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم. الآن اقتحام جديد، هذه اللحظة نشهد أو سنشهد هي مؤكد استهداف آخر بالقنابل الغازية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي العادة الإسرائيلية وهذا هو النهج الإسرائيلي، القمع، الاعتداء، التفريق، الإصابات بحق المواطنين الفلسطينيين. والآن على ما يبدو هناك حريق في مشطب سيارات في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بفعل قنابل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى نتحدث هنا عن أضرار اقتصادية، المنطقة الشرقية تغلق منشآتها، تغلق محلها بشكل كامل. الآن استهداف جديد بالقنابل الغازية هذه المرة. من جديد اطلاق بابل من القنابل الغازية في هذه اللحظات في اتجاه المتظاهرين الفلسطينيين. سيستمر هذا النهج وهذه السياسة الإسرائيلية لحين إجبار الفلسطينيين والشبان إلى التراجع إلى الخلف كثيرا. يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة، من هنا تتمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي، تبدأ بعمليات القنص، بعمليات القمع، بعمليات إطلاق القنابل الغازية والصوتية باتجاه المتظاهرين والشبان الفلسطينيين. الآن الجرافة العسكرية بدأت بالاقتحام والعمل على إزالة العوائق والموانع الذي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في هذه اللحظات إذن نشاهد الآن جرافة عسكرية تتقدم. الآن دخول أو اقتحام الجرافة العسكرية الإسرائيلية في هذه اللحظات لهذه المنطقة، تعمل على تمشيط المنطقة، تفريغ المنطقة، وإعاقة وإزالة العوائق الذي وضعها الشبان. إطلاق رصاص حي الآن، سمعنا إطلاق رصاص حي، هذا الذي نتحدث عنه والسياسة الإسرائيلية الذي لازلنا نتحدث عنها. النهج الذي يمشي عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي نهج القمع. نشاهد كما تحدثنا الطواقم الطبية التي لازالت تعمل. نتراجع إلى الخلف، سنشهد قمع جديد الآن وإطلاق قنابل غاز من جديد كما عهدنا كمتابعين لهذا الموقع. هذا
يعني ابقوا معنا لي لحظات. تأتيكم مباشرة من شارع عمان. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة شارع عمان في هذه اللحظات في مدينة نابلس. جرافة عسكرية إسرائيلية برفقة عشرات آليات. اقتل الآن شباب، اطلاق رصاصكم المقاومية. دور ياسر اشتباك الآن. قادر ألف الكاميرا؟ لا لا اشتباك مع جيش الاحتلال. اطلاق الرصاص ورصاص الحي في الموقع، في محيط الموقع الذي نحن نتواجد به في هذه اللحظات. الآن يعني نحن نتواجد في منطقة هذا الصاروخ. لا لا تحش تحش حدش يخاطر حدش يخاطر. في هذه اللحظات لا لا ارجع لا من الموقع الذي نتواجد به كيف نتواجد؟ نحن باتجاه الموقع الذي نتواجد به نتواجد في مكان قريب. قد وقع في هذه اللحظات في محيط الموقع الذي نحن نتواجد به شكرا في محيط الموقع الذي نتواجد به. أصبح الموقع في هذه اللحظة محفوظ بالخطر من جديد. الآن من جديد إطلاق الرصاص بشكل واضح. يعني نحاول يعني كزملاء صحفيين نتشارك كيف نتواجد ونخترق كي لا نصبح عرضة للاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه الصورة تأتيكم مباشرة من شارع عمان في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة قبر يوسف. اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لهذه المنطقة. نحن نتواجد في منطقة للأسف أصبحت أكثر خطورة، لا يمكننا التقدم أو التراجع في هذه اللحظات. شاهدوا كيف وضع الزملاء الصحفيين معداتهم في شكل بعيد، لا يستطيعوا الاقتراب منها لأن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن الرصاص. يصبح الجميع هدف لرصاص الاحتلال الإسرائيلي. هو بالأصل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج ذريعة ولا يحتاج شيء لاستهداف الفلسطينيين، لكن نأخذ أكثر إجراءات الحيطة والحذر. ربما الجميع شاهد الطريقة التي استهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم بها المنطقة. فصل التلفوني والله، فصلت التلفونات، خليت لك شريط المجال عندك بس. إذن متابعينا الكرام عبر شبكة القدس الإخبارية نستمر معكم في هذه التغطية. هذا لحظة الآن إطلاق وابل من القنابل الغازية، يعني هذا الغاز الذي يطلق
نستطيع الخروج او يعني الصورة التي نشاهدها هي تستطيع ان توصف ما الذي يحصل في هذه اللحظات. الجميع هنا اصبح عرضة للاستهداف. اذا مستمرون معكم تغطية في هذه اللحظات من منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس استكمالا لهذه التغطية المحفوفة بالمخاطر بعدما شاهدنا من إطلاق جيش احتلال الإسرائيلي القنابل الغازية والرصاص الحي. يعني أصبت أنا وأحد زملائي بهذا القمع الإسرائيلي والاعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل من تواجد في هذه المنطقة، لكن سنبقى مستمرون معكم في نقل هذه الصورة وكشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي تستهدف كل شيء. نتحدث هنا عن تجمعات سكنية، الجميع هنا في هذه المنازل الذي نشاهدها، عشرات الأهالي يتركون منازلهم في الليلة التي يعلن بها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته تنفيذ اقتحامات لقبر يوسف في هذه الأيام. يعني المواطنون يضطروا لإخلاء بيوتهم ومنازلهم ليكونوا في حماية من رصاص أو قنابل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف بها المواطنون الفلسطينيون. يعني تم يعني لازال القمع مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين في هذه اللحظات. نحن مستمرون معكم في نقل هذه الصورة ومتابعة هذه الأحداث وآخر التطورات الميدانية من منطقة قبر يوسف. إلى هذه اللحظة عشرات حالات الاختناق بين صفوف الشبان الفلسطينيين بفعل قنابل الغاز. في اللحظات الأولى يعني ربما نتحدث عن أكثر من 100 قنبلة غاز تم إطلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الصورة أصبحت معهودة هنا في قبر يوسف، اقتحام إسرائيلي، قمع للمواطنين الفلسطينيين، رد من المقاومة الفلسطينية على هذه الجرائم الإسرائيلية. وعدة مرات أجبر الاحتلال الإسرائيلي تحت بند تقييم الأوضاع الأمنية ونظرا لاشتداد حالة المقاومة خاصة هنا في مدينة نابلس ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية. اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه الاقتحامات في عديد من الأوقات. اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاقتحام في نصفه، يعني يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرض للمقاومة أو يواجه مقاومة فلسطينية شديدة، يضطر الاحتلال إلى إلغاء هذا الاقتحام أو الانسحاب من نصف هذا الاقتحام بفعل ذراوة الاشتباكات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في مدينة نابلس. نتحدث عن وحدة أو مجموعة عرين الأسود، نتحدث عن كتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة، نتحدث عن وحدة نابلس وسرايا القدس. هذه الوحدات المقاومة الفلسطينية شكلت حالة نموذجية للوحدة الوطنية للمقاومة لمقارعة الاحتلال للتصدي لهذه الاقتحامات الإسرائيلية. وشاهدنا عدة أو أكثر من مرة كيف أصيب أهداف للاحتلال بشكل مباشر من قبل المقاومين الفلسطينيين، لكن أيضا شاهدنا للأسف أو ودعت المدينة عدد من الشهداء في نتيجة جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين. كان آخرهم الشهيدين محمد أبو كشك من مخيم عسكر القديم والشهيد أحمد شحادة من البلدة القديمة. قبلهم كان الشهيد مهدي حشاش والذي يعرف بالشيمون، وكان قبلها الشهيد وسيم خليفة والشهيد غيث يامين، وقبل عدة سنوات الشهيد جمال دبيكات والشهيد محمد عساف من مدينة قلقيل الذي ارتقى هنا، وقبلها الشهيد رائد الطاهر ورائد حمدان عفوا والشهيد زيد النوري عندما اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليهم، من ثم مهاجمة المركبة التي كانوا يتواجدوا بها بجرافة إسرائيلية عسكرية قبل ما يقارب 3 سنوات.
الزمن واحد لكن الزمن يتغير، لكن الجريمة الإسرائيلية تبقى واحدة والهدف لديها واحد وقتل الفلسطيني، لأن بعين الاحتلال الإسرائيلي والذي يعتبر فيها أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت. تتعاقب حكومات الاحتلال الإسرائيلي من يمينها إلى يسارها، لكن هدفهم واحد هو الحاق والاعتداء ومضايقة الفلسطينيين في كل سبل حياتهم، بالتنقل هناك تقييدات، بالتعبير هناك تقييدات، بكل شيء هناك تقييدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين. سياسات الحصار الذي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان آخر قبل شهر من الآن تقريبا عندما أغلق الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية المقامة على أراضي المواطنين، أن تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة حيث نحن نتواجد في هذه اللحظات كما تشاهدون. إذن أتحدث إلى غاية هذه اللحظة عن إصابة في الرصاص الحي في منطقة الظهر والرجل في منطقة شارع عمان، وإصابة بالرصاص المطاطي. إلى هذه اللحظة إصابتان بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي، إحدى هذه الإصابات بالرصاص الحي في منطقة الظهر والرجل، وإصابة أخرى في رصاصة مطاطية في منطقة اليد. تم نقل هذه الإصابات لمستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج الطبي. لازالت الصورة هنا في منتهى الخطورة، في منتهى التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه التغطية تأتيكم عبر شبكة قدس الإخبارية. مستمرون معكم في نقل الصورة، لنقل هذه الرسالة وهذا الاعتداء. يعني نشاهد تحركات مريبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات في محيط المكان الذي نتواجد به. التقدم أو الاقتحام الإسرائيلي والتقدم بالآليات إلى هذه أو إلى هذا المكان ربما يحمل مدلولات خطيرة. في كل اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشاهد مرافقة القناصة الإسرائيلية التي تتواجد بين أسطح المنازل وداخل المنازل الذي يتم اقتحامها في بعض الأحيان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذها نقاط عسكرية للاعتداء وتكون مراكز للقناصة الإسرائيليين. طبعا نتحدث هنا عن عزل المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بشكل كامل في كل اقتحام. تغلق المنطقة الشرقية، نتحدث هنا على الأقل عن بلدتي بيت فوريك وبيت دجل، عدد سكانهم 25,000 نسمة تقريبا، هم يصبحوا في سجن كبير بالفعل بمعنى حقيقي عند الاقتحام لقبر يوسف، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز بيت فوريك بيت دجل، يمنع الدخول والخروج من البلدتين للمواطنين. يعني من تأخر من منزله وكان يسكن في هاتين البلدتين يضطر للبقاء خارج هذا الحاجز وهذا المخصوم الإسرائيلي، لأنه يمنع حركة المواطنين دخولا وخروجا من بيت دجن وبيت فوريك. منطقة سالم عزمود دير الحطب يضطر المواطنون إلى سلك طرق بديلة وصعبة وطويلة للوصول إلى بلداتهم. كل المنطقة الشرقية تصبح تحت نار الاحتلال الإسرائيلية. شاهدنا قبل عدة سنوات كيف اثنان من الشبان كانوا داخل مركبتهم أضلوا الطريق أو تاهوا في الطريق، أصبحوا عرضة لقناصة الاحتلال الإسرائيلي، تم استهدافهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ثم بعد ذلك تم استهداف مركبتهم بجرافة عسكرية إسرائيلية قامت بتدمير المركبة الذي يتواجد بها الشبان.
وارتقائهم شهيدان قبل عدة سنوات في محيط هذه المنطقة. إلى هذه اللحظة كانت هذه طبيعة الصورة وآخر التطورات الميدانية عبر شبكة قدس الإخبارية من مدينة نابلس.